يأتي هذا فيما يتوالى حظر الدول الأوروبية مجالها الجوي على شركات الطيران الروسية التي ردت بالمثل في تكرار لقيود الحرب الباردة، والتي دفعت شركات الطيران إلى تسيير مسارات أخرى عابرة للقارات. وما زالت تداعيات الأزمة الأوكرانية متواصلة، فالحرب تشتعل حول كييف، والغرب رفع شعار حرب أخرى وهي حروب الإغلاقات الجوية في وجه الطيران الروسي. الغرب بدأ بحظر الطيران الروسي من عبور أجوائه. فرنسا وألمانيا وبلجيكا فعلت قرارات الإغلاق في وجه الطيران الروسي، ومعها حذت إيطاليا والتشيك وبلغاريا نفس السلوك، وبريطانيا هي الأخرى منعت الطيران الروسي من عبور سمائها. بولندا ورومانيا وسلوفينيا ومعهم دول البلطيق الثلاث لم يتخلفوا عن الركب الأوروبي، ما يعني بذلك أن الطائرات الروسية أصبحت محرم عليها سماوات الغرب الأوروبي. وردا على قرارات الدول الأوروبية، أعلنت روسيا معاملة طائرات تلك الدول بالمثل. حرب الحظر الجوي تتواصل مع قرارات المقاطعة والضغط ماليا واقتصاديا على روسيا، وتداعيات تشتد لحرب قد تمتد آثارها لوقت غير قصير.